السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر هيثم التركي. نكمل مع بعض منهج العلوم بتاع أولى إعدادي. احنا النهاردة هناخد الجزء الثاني من الدرس الثالث في الوحدة الثالثة اللي هو آخر جزء عندنا في المنهج. احنا اتفقنا ان الدرس ده بيتكلم عن حاجة اسمها الصخور والمعادن. خدنا في الجزء اللي فات الصخور النارية وعرفنا الصخور النارية متقسمة لحاجتين، نارية جوفية ونارية سطحية. النارية الجوفية اللي هي بتنتج من تجمد الماجما، انما النارية السطحية بتنتج من تجمد اللافا. وخدنا صخرين مهمين جدا، صخر الجرانيت وصخر البازلت، وعملنا مقارنة ما بينهم هما الاثنين زي ما احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت. فالنهارده هنكمل بقى الصخور، النوع الثاني من الصخور اللي اسمها الصخور الرسوبية، وكمان هناخد الصخور المتحولة. الصخور الرسوبية اتكونت على ثلاث مراحل. انتوا عارفين اللي جاية الرسوبية دي جاية من كلمة رواسب. رواسب يعني فتافيت. عارف انت لما تحط كده شوية فتافيت كده وتحط عليهم حاجة تانية وفيهم طبقة ثالثة، زي كده مثلا لما بنيجي نعمل صينية جلاش كده تحط رق وفوقيه رق فوقيه رق كمان طبقة فوق طبقة فوق طبقة، فبالتالي الطبقات اللي فوق دي بتضغط على الطبقات اللي تحت، فبالتالي لو فيها اي ميه طبعا نتيجه الضغط ده كده كانها بتتفعص كده تحت بعضها، فلو في اي ميه موجوده في الصخور دي بتبدا انها تخرج، فالصخور دي بتبدا تتماسك فتتصلب، فبالتالي سموا الصخور دي اسمها صخور رسوبيه. من اشهر طبعا الصخور الرسوبيه حاجه حلوه جدا اللي هو الرمل. عارف انت كده لو ماشي في الشارع وفي عماره بتتبني بتلاقي كده الرمل عليه صخره كده بتمسكها حتى كده انت تخبطها تلاقيها اتفتفتت. ليه؟ لان الصخره ديت اللي هو الحجر دوت مكون من رواسب. فاشهر الامثله على الصخور الرسوبيه اللي هو الحجر الرمل. وكمان هناخد حاجه اسمها صخور متحوله. طبعا من اسمها متحوله يعني هي كانت حاجه وبقت حاجه ثانيه، فعشان كده بيقول ان الصخور المتحوله ديت بتكون نتيجه تعرض الصخور الناريه والصخور الرسوبيه لضغط او حراره او كليهما. يبقى انا لو عندي صخور ناريه او صخور رسوبيه اتعرضت لضغط او حراره او كليهما فبتبدا تتحول لنوع ثاني من الصخور اسمها الصخور الايه؟ المتحوله. واشهر حاجه عليها اللي هو الرخام. طبعا الرخام ده احنا كلنا بنكون عارفين. تعالوا نشوف الكلام دوت هنقوله في الشرح بتاعنا ازاي. الصخور الرسوبية دي بتبقى متكونة من تماسك وتصلب حاجة اسمها الرواسب. الرواسب اللي هي الفتافيت. يعني لو انا عندي كده فتافيت كده من الرملة تلاقيها بعد شوية كده الفتافيت دي بدأت تتماسك كده مع بعض وتعمل لي صخرة، حتى انت كده ممكن تمسكها بعد كده بايدك كده تلاقي نفسك فتفتها، فدي اسمها الصخور الرسوبية. طب الصخور الرسوبية دي بتشكل 5% من الحجم الكلي للصخور. يعني احنا اذا كنا احنا بنقول الصخور ثلاث انواع، ناريه رسوبيه ومتحوله، فالصخور الرسوبيه دي 5% بس من الصخور. قال لي بس على الرغم من كده، على الرغم من ان هي 5% بس من الصخور، 5% بس من انواع الصخور، الا انها بتغلف 75% من سطح الكتله الصلبه للارض. يعني رغم ان هي 5% بس من الحجم لكل الصخور، الا انها بتغطي 75% من سطح الكتله الصلبه للايه؟ للارض. طب اتكونت الصخور الرسوبيه دي على كم مرحله؟ قال لي اتكونت على ثلاث مراحل. اول مرحله عندنا اللي هي اسمها التفتت والتحلل. بيبقى عندي صخره، الصخره دي بتتفتفت. بتتفتفت طبعا بسبب عوامل كتيره جدا، ممكن رياح، ممكن ضغط، ممكن امطار، ممكن الحيوانات وهي بتحفر كده في الارض فتفتفت الصخور. يبقى اول عمليه اسمها عمليه التفتت والتحلل. تاني عمليه اسمها عمليه النقل. بتبدا الفتافيت دي تنتقل من منطقه الى اخرى، اهي مثلا كده تنتقل هنا الفتافيت جت هنا في المكان ده عن طريق يا اما الميه يا اما عن طريق الرياح. بعد كده بتبدا يحصل لها عمليه ترسيب. ترسيب يعني بتتعمل كده على هيئه طبقات، طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه. فطبعا الطبقات اللي فوق بتضغط على الطبقات اللي تحت، فبالتالي الطبقات اللي تحت دي بتبدا انها تتماسك، فلما بتتماسك بتبدا تتصلب فتبدا تكون الصخور الرسوبيه. يبقى كده مراحل تكوين الصخور الرسوبيه عشان دي بتيجي كتير جدا في الامتحانات. اول مرحله اسمها التفتت والتحلل، ان الصخور اصلا بتتكسر. تاني حاجه الرواسب اللي هي الفتافيت دي بتبدا انها تنتقل من مكان الى اخر عن طريق الرياح او المياه الجاريه. وبعد كده بيحصل عمليه ترسيب فتبدا ان هي تتماسك الفتات دي مكونه الصخور الرسوبيه. ده برضو نفس النظام بيشرح لي ان كل ما الرواسب بتبدا عليها طبقات، فبالتالي عارفين كده زي ايه؟ بنضغط عليها فبنخرج الميه اللي فيها. بصوا فوق مثلا كان عندي 60% من الميه بدات انها تكتر فوق بعضها فكانها بتتعصر كده وبتضغط، فبص بقت الميه تحت كام زي ما انتم شايفين؟ 10%. فبالتالي كده الميه قلت، فبالتالي الرواسب بدات تتماسك فتبدا تبقى تكون صلبه.
الصخور الرسوبيه زي ما انتم شايفين كده بتبقى موجوده على هيئه طبقات كده، تحس ان هي طبقات كده فوق بعضها، لان هي زي ما اتفقنا اتعملت على هيئه ايه، رواسب. دي متكونه من تصلب طبقات الرواسب وتغلف حوالي 75% من سطح الكتله الصلبه للارض، زي ما اتفقنا انها بتمثل 5% فقط من الحجم الكلي، ومع ذلك ال 5% دول بيغطوا 75% من الكتله الصلبه للارض. تتكون الصخور الرسوبيه على 3 مراحل، التفتيت والنقل والترسيب، وكلما ازداد الضغط الواقع على طبقات الصخور كلما ازداد تماسكها، يعني كل ما بتطلع كده طبقات فوق بعضها اللي فوق بيضغط على اللي تحت فالتماسك بتاعها بيزيد. يزداد تماسك طبقات الصخور الرسوبية بمرور الزمن طبعا، لأن الرواسب الموجودة في الطبقات السفلى تتعرض لضغوط كبيرة ناتجة عن أوزان الرواسب التي تعلوها، يعني اللي فوق بيضغط على اللي تحت، فبكل ما الزمن بيمر اللي فوق بيضغط على اللي تحت، فبالتالي بيزيد التماسك ويزيد التصلب. أمثلة الصخور الرسوبية، عندي نوعين بقى من الصخور الرسوبية، حجر رملي اللي هو الرمل، والحجر الجيري اللي هو بيتكون من معدن اسمه كربونات الكالسيوم. الحجر الرملي بيتكون من الكوارتز والفلسبار والمايكا. واحد يقول لي ما هو ده زي الجرانيت، اقول لك بس اختلاف طريقه التكوين بقى. هن تاني كان من الصخور الجوفيه اللي هي في باطن الارض من الماجما، انما ده بيتكون من الرمل. اصفر اللون، طبعا حجر الرمل لونه اصفر خشن الملمس، يوجد على شكل طبقات رقيقه، طبقات فوق بعضها، اي رواسب هتكون موجوده على هيئه طبقات. لا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، لو انا جبت شويه حمض الهيدروكلوريك كده حطيته على الحجر الرملي ما بيحصلش اي تفاعل خالص. بيتكون الحجر الجيري من معدن اسمه معدن الكالسيت، الكالسيت دوت اللي هي كربونات الكالسيوم، يبقى الكالسيت ده اللي هي كربونات الكالسيوم. ابيض اللون، لونه ابيض طبعا، حجر الجيري اللي هو ساعات عارفين قبل ما بيحطوا بيسفلتوا الشارع كده بيبقى في حجر كده لونه ابيض بيحطوه، ده اللي هو الحجر الجيري، بيتكون من معدن اللي هو الكالسيت، لونه ابيض ناعم الملمس طبعا. يتكون نتيجه ترسيب كربونات الكالسيوم في المحاليل الجيريه، يعني لو عندي كده محلول جير وحاطين فيه كربونات كالسيوم بيبدا بقى يترسب من تحت كده ويبدا ان هو يتماسك، فبيبدا يكون الحجر الجيري. بيتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك وبيحدث فوران ويتصاعد CO2، وده ساعات بيجي يقول لك كيف تفرق بين الحجر الرملي والحجر الجيري باستخدام حمض الهيدروكلوريك؟ هتقول له طبعا في حاله الحجر الرملي لا يحدث تفاعل، انما في حاله الحجر الجيري بيحصل تفاعل وينتج ثاني اكسيد الكربون بسبب حدوث الفوران. طبعا برضو ده لونه اصفر الرملي، التاني ده لونه ابيض، هنا ده خشن ده ناعم. والمعادن طبعا زي ما اتفقنا مهم جدا، لازم اعرف المعادن. حجر رملي من الكوارتز والفلسبار والمايكا، والحجر الجيري بيتكون من معدن اسمه معدن الكالسيت اللي هي كربونات الكالسيوم. الحجر الرملي ده بيتكون من تماسك حبيبات الرمل التي يقل قطرها عن 2 ملم، يعني الرمله الصغيره خالص اللي حجمها بيقل عن 2 ملم هي اللي بتبدا تتماسك وتعمل الحجر الرملي، انما الحجر الجيري بيتكون من ترسيب كربونات الكالسيوم. يتكون معدن الكالسيوم من مادة اللي هي كربونات الكالسيوم التي يعبر عنها بالصيغة CaCO3. يتكون الحجر الرملي من معادن اللي هي الكوارتز والفلسبار والمايكا. الحجر الرملي ده أصفر اللون وخشن الملمس، بينما الحجر الجيري أبيض اللون وناعم. عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك إلى حجر الجيري بتتكون فقاعات زي ما اتفقنا من ثاني أكسيد الكربون. يمكن التمييز بين الحجر الرملي والحجر الجيري من اللون والملمس، طبعا الحجر الرملي لونه أصفر وخشن، إنما الحجر الجيري لونه أبيض وبيكون ناعم. يحدث فوران عند إضافة حمض الهيدروكلوريك الـ HCl المخفف إلى الحجر الجيري، طبعا لتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. ثالثا الصخور المتحولة، طبعا من اسمها متحولة، يعني هي كانت حاجة وبقت حاجة تانية، فعشان كده بيقولوا إن الصخور دي هي بتنتج من تعرض الصخور القديمة للضغط أو الحرارة أو كلاهما. الصخور القديمة ديت اللي هي النارية أو الرسوبية، لو اتعرضت لضغط أو حرارة أو كلاهما بتتحول لنوع تاني من الصخور، فعشان كده سموا الصخور اللي هتنتج بعد كده اسمها صخور إيه؟ متحولة، تمام؟ يبقى الصخور المتحولة دي الصخور المتكونة من تعرض الصخور القديمة للضغط أو الحرارة أو كليهما. عند تعرض الصخور القديمة لعاملي الضغط أو الحرارة الشديدة أو كليهما تتحول إلى صخور متحولة. يتوقف تأثير المجمع عند تداخلها في شقوق صخور القشرة الأرضية على كتلة مادة الصهير ودرجة حرارتها ونوع الصخور المحيطة بها.
اهم الصخور المتحوله طبعا اهم حاجه عندنا اللي هو الرخام. الرخام ده بينتج من تحول الحجر الجيري، يعني انا لما بيكون عندي حجر جيري يتعرض لضغط وحراره عاليه فبيبدا يتحول الى رخام. ده صخر ذو ملمس خشن، واحد يقول لي لا يا مستر ده الرخام ناعم، اقول لك لا هو بيطلع اصلا من الارض خشن، بس طبعا هو بيروح بقى لمحاجر اللي ورش وكده بينعموه، تلاقي الراجل كده ماسك كده جهاز كده زي شنيور كده بينعم بقى بيه الرخام. لونه ابيض اذا كان نقيا، الرخام بيكون لونه ابيض اذا كان نقي. طيب واحد يقول لي لا يا مستر ده في رخام لونه اخضر، في رخام لونه زيتي، ده بقى بتكون فيه شوائب، شوائب يعني الوان، انما هو اصلا الرخام لونه ابيض، اكثر صلابه طبعا من الحجر الجيري. بعض انواع من الرخام تكون ملونه لاحتوائها على الايه الشوائب، يمكن معرفه نقاء الرخام من لونه، طبعا لو لونه ابيض يبقى معنى كده نقي، لو ملون يبقى معنى كده به ايه شوائب. اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم، ما تنسوش ده اخر درس عندنا في المنهج، والدرس ده موجود على جزئين، هتدخل تتفرج على الفيديو، لو في اي سؤال وقف قصادك اكتب لي تحت في الكومنت وانا هدخل بنفسي اجاوب عليه. تحت الفيديو هتلاقي رابط، الرابط ده بيدخلك على موقع الاسكولا، موقع الاسكولا بتلاقي قائمه التشغيل، بتدخل تختار علوم تاني ترم اولى اعدادي ترم تاني مستر هيثم التركي. تحت كل فيديو في الحلقات السابقه اللي فاتت هتلاقي فيه مجموعه من الروابط، رابط عليه كتاب اسئله كتاب المدرسه بالحل بتاعها، رابط عليه شيت للتدريبات، رابط اختبار تفاعلي، يا ريت نحل تدريبات كتير جدا. متنساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في حلقة المراجعة النهائية، هتكون حلقة شيقة جدا بإذن الله تعالى.